حاجة مشرفة للمجتمع، حاجة المجتمع كله يبقى فخور بيها.
بنعتمد على التعلم باللعب. التعلم باللعب هو عبارة عن ان انا بنمي الطفل، بزود تفاعله، بزود اندماجه مع كل البيئة المحيطة بيه، سواء اشخاص سواء اشياء، هو بيتعامل مع كل حاجة محيطة بيه. بيبقى هدفنا ان احنا ننمي شخصية متكاملة، بدنية، اجتماعية، سلوكية. بنشتغل على كل الجوانب. هي الفكرة مش فكرة ان احنا ماشيين معاه باعمل وما تعملش خالص، بالعكس احنا بننمي في الحوار والمناقشة وبنسمع آراءه. عايزين نكسبه ازاي ان هو يحترم رأي الآخرين، ازاي اطلعه من الفردية الطفل بداية نشأته. هو غريزة، هو فرد بيتعامل على انا وبس. احنا بنبدأ نحوله لفكرة الجماعة. احنا عايزينك تتعامل من منطلق التعاون، من منطلق ان انت تحترم الاختلاف. رأيك مش لازم يبقى هو بس اللي صح، ممكن نسمع رأي غيرنا، ممكن رأي غيرنا يبقى هو كمان صح. كل واحد من وجهة نظره هو رأي صح. التربية ما فيهاش حاجة اسمها بنسبة 100% انت صح وغيرك غلط. التربية هي أمر نسبي، أمر متغير مع تغير المجتمع وتغير الظروف. إنما كلنا متفقين إن القواعد ثابتة، إن الالتزام ثابت. فما ينفعش ان انا هو عنده رغبه ان انا عايز اعمل الحاجه دي دلوقتي فانا هعملها دلوقتي. احنا مجرد ان احنا بنحول فكره حالا بتاعته، لا، ان في اليه، في وقت دي بتتعمل فيه، في وقت ان احنا ناجل فيه، في اولويات. ان شاء الله ويجنني حتى نتشاهد.
I'm not afraid.
إني كل مرة عشان شايلة نفس المرضى جنبنا اللي مستني ومش عايز يفرق هو عارف أيوة يطمنه إني طبعا نسي
بالنسبه لنا.